أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات: في مخيم للنازحين العثور على جثة شاب قضى نحرا جنوب شرق الموصل. وجاء في المدى: مسؤولون عراقيون 4000 شخص من أهالي الموصل في عداد المفقودين. ونطالع في الزمان: الداخلية تواطؤ ضباط أمنيين كبار مع أصحاب قاعات القمار. جاء في كتابات: أربيل ترد على النجباء، لا قواعد إسرائيلية على أراضينا. نقرأ في القدس العربي: الحشد الشعبي يغير مواقعه ويخفي صواريخه تحسبا لهجمات إسرائيلية. نقرأ في العربي الجديد: النظام السوري يعاود خرق الهدنة ويقصف كفر نبل جنوب إدلب. وجاء في الحياة: مطهري ماكرون اقترح على إيران خط ائتمان ب 15 بليون دولار لشراء نفط. أهلا بكم. حكام هذا العراق الديمقراطي الجديد يحتفلون اليوم ويبتهجون ويفاخرون بالانتصار والفتح المبين حين يحصلون على تبرع أو على وعد بتبرع من هيئة دولية ما أو من إحدى الدول المسمى بالمانحة أو المقرضة عن الديون العراقية والاقتصاد العراقي، كتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. العراق الذي كان عزيزاً ومقتدراً وغنياً لم يعد عزيزاً ولا مقتدراً ولا غنياً في ظل حكم الإسلاميين الشيعة ذوي الهوى الإيراني وحلفائهم وشركائهم من قادة الأحزاب الكردية الذين يتحملون وحدهم 3/4 المسؤولية عما وصل إليه الوطن العراقي من أول أيام الغزو الأمريكي الذي نصبهم ملوكاً وأباطرة بعد طول جوع وذل وهوان في دول اللجوء وحتى اليوم. لقد كان العراق حتى أبريل 2003 أغنى دول المنطقة العربية جميعها مالاً وتجارةً وصناعة وصحة وتحرراً اجتماعياً وزراعة وتعليماً وثقافة. وثابت واقعياً وتاريخياً أنه كان يتصدق على بعض الدول المجاورة بالمال والهدايا والعطايا ويرسل لبعضها وفود المعلمين والمهندسين والخبراء في الإدارة والزراعة والصحة وفاءً منه لواجب الأخوة والجيرة والعطف على المحتاجين. فاستناداً إلى تقديرات أصدقاء نور المالكي وخصومه وأصدقاء حيدر العبادي وخصومه وأصدقاء جلال طالباني ومسعود بارزاني وخصومهما وأصدقاء عادل عبد المهدي وخصومه، فإن مقدار ما دخل خزينة الدولة العراقية من عوائد النفط المباع منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2018 لا يقل عن 750 مليار دولار، تضاف إليها مداخل أخرى يصعب حصرها في زمن الكذب والغش والتلاعب الذي يعيشه العراقيون اليوم. ولعل آخر تلك المؤتمرات وهو مؤتمر الدول المانحة في الكويت كان أسوأ المؤتمرات وأكثرها تعاسة، فقد تعهدت دول المؤتمر ب 33 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية وهبات واستثمارات، ثم لم يتحقق من تلك الوعود إلا أذن جمل بالوقائع والأرقام والتواريخ. جاء في المدى: أثار التعديل الأخير لقانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق بشأن اعتماد طريقة سانت ليغو 1.9 في احتساب أصوات الناخبين موجة انتقادات واسعة من قبل جمهور الكتل والأحزاب الصغيرة الذي تمثل في عدد من النخب الثقافية والمنظمات الحقوقية والمدنية. عن هذا التعديل كتبت لاهاي عبد الحسين في صحيفة المدى: هذا التعديل سيعزز ظاهرة ديكتاتورية الأحزاب الكبيرة ويحافظ على تشكيلة البنيوية الحالية التي تقوم على قاعدة التمثيل الديني والمذهبي والعرقي،
ويقلص من قوة الكتل والأحزاب الصغيرة التي تسعى لأحداث التغيير من خلال تقديم مشاريع قوانين وبرامج حكومية مواطنتية عامة. وبحسب التعديل الأخير ستقل فرص الكتل والجماعات الصغيرة إلى حدها الأدنى. يذكر أن معظم الكتل والأحزاب الممثلة في مجلس النواب الحالي صوتت على صيغة التعديل الجديد بما فيها كتلة السائرون التي وصف المتحدث الرسمي فيها التعديل بأنه خطوة بالاتجاه الصحيح، بيد أن للحقيقة وجه آخر. من الطبيعي أن يتساءل الناخب العراقي عما حصل عليه من نخب صغيرة تدخل فرادى وسرعان ما تضيع أو تضطر للتحالف مع غيرها، كما في التيار المدني وممثله الأربعة من مجموع 328 نائباً بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة. تظهر أهمية هذه الملاحظة في ضوء حقيقة أن اقتراح القوانين وإقرارها يرتبط بعدد النواب المصوتين لصالحها، وعليه تجد الكتل الصغيرة نفسها عاجزة عن تمرير أي مشروع يذكر خارج القدرة على الانضمام لهذه الكتلة الكبيرة أو تلك. وتمثل الاعتراض الرئيس لأنصار هذه الكتل والأحزاب في أن التعديل الذي صوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي في 22 من تموز الماضي فيما خص المحافظات غير المنتظمة بإقليم سيعزز هذا فرص فوز الجماعات والكتل السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة والمنفردة. حالة من الهرج والمرج تسود المشهد السياسي العراقي والميليشياوي على حد سواء إثر الضربات الجوية المتكررة التي تتعرض لها مخازن الأسلحة الصاروخية لميليشيا الحشد. موقف أقل ما يقال عنه أنه ضعيف وهزيل استمر لأكثر من شهر دون إعلان موقف واضح وصريح عن الجهة التي تقف وراء عملية القصف، حيث تعلن جهات غير رسمية أن التفجيرات بسبب تماس كهربائي تارة وسوء تخزين تارة أخرى، حيث جاء هذا في مقال الكاتب عامر السامرائي نشره موقع كتاباته. والسؤال هنا، لماذا يتهرب الحشد لكل ما يصدر عن إسرائيل حيال عمليات قصف مخازنه بينما يهدد أمريكا رغم اعتراف إسرائيل بذلك؟ من الواضح أن كل الشعارات التي كان يرفعها وما زال من حرق إسرائيل إلى محوها زائفة وكاذبة، وإنها مجرد شعارات فارغة لا تصلح إلا للاستهلاك المحلي. كما تؤكد هذه التطورات أن ساحة معركة الحشد ليست إسرائيل بل مناطق عراقية بعينها، لأنها مطلب إيراني بامتياز هدفها إخضاع تلك المناطق تحت سيطرتها بشتى السبل عبر ميليشيا الحشد لترويض العراق بأسره خدمة لمصالحها، فضلاً عن جعله أي الحشد كماشة تهدد به أمريكا كلما ازداد الضغط عليها. كما يبدو أن تهرب الحشد بانتهام إسرائيل يندرج في إطار عدم امتلاكه القدرة الدفاعية وضعف استخدام القوة الهجومية للرد بالمثل، فضلاً عن تراجع الدعم الشعبي له بعد أن اتضح للجميع فساد قادته وإنشائهم إمبراطورية مالية ضخمة على حساب منتسبيه من جهة، واتهامه بممارسات طائفية خلال القتال ضد تنظيم داعش من جهة ثانية. وبالتالي هذا الأمر يطرح تساؤلات عدة، لعل من أبرزها إذا كانت ترسانة الحشد التي كلفت الشعب العراقي أموالاً طائلة وهي بهذه الإمكانيات المتواضعة لدرجة لا تمكنه حتى من عملية رصد الطائرات، فما الجدوى منها؟ لا سيما وأن الحشد نفسه ليست لديه نية الرد وهي رغبة إيرانية، فما جدوى بقائه بميزانيته الفلكية خاصة وقد انتفت أسباب بقائه؟ ورغم صراحة إسرائيل في ذلك إلا أن الموقف العراقي ما زال يتهرب من قبول هذه الصراحة، معللا ذلك بانتظار التحقيقات الجارية. أما الحكومة في العراق التي تتغنى بالسيادة الوطنية المفقودة أصلا هي الأخرى طالها الحرج، حيث بات يفضحها الحديث عن السيادة من حقيقة انتهاك الطيران الإسرائيلي للأجواء العراقية مقابل عجزها عن الرد.
في عربي 21 أن تكون رئيسا في تونس رغبة لم تعد مستحيلة إطلاقا، وقريبا يتوجه تونسيون لاختيار رئيس جديد وسيجدون أنفسهم عندما يدخلون الخلوة أمام ورقة تحمل أسماء 26 مرشحا توفرت فيهم الشروط القانونية المطلوبة من بين 98 قدموا ملفاتهم. إنها تخمة رئاسية بامتياز، وهو ما يجعل الأغلبية الساحقة تجد نفسها حتى الآن مترددة تماما، لا تعرف لمن ستمنح صوتها، وهي مطمئنة تماما بكونها قد أحسنت صنعا. مقال للكاتب صلاح الدين الجورشي بموقع عربي 21. رغم أهمية هذه اللحظات التاريخية التي ستتوفر للشعب التونسي، إلا أن الشعب أصيب في الفترة الأخيرة بكثير من التردد، ووجد نفسه غير قادر على حسم أمره بسهولة واختيار المرشح الأفضل له. يعود ذلك إلى أن تجربة الديمقراطية القصيرة التي عاشتها البلاد حتى الآن جعلت المواطن حذراً من عموم السياسيين، فهم يتحدثون كثيراً ويعملون قليلاً، فضلاً عن أن ممارسة بعضهم تأتي خلافاً لما يقولون، وهذه معضلة ضخمة تواجه الشعوب التي تريد أن تحكم نفسها بنفسها. واضح من خلال الحوارات التي سجلت مع الكثير منهم أن معظم المرشحين أعطوا الأولوية لمضمون الخطاب وشعاراته، وتم التركيز على مسائل مطروحة سواء تعلقت بصلاحية رئيس الدولة أو بغيرها من المسائل والملفات التي تكون من مشمولات رئيس الحكومة. لكن لو تم توجيه الكاميرا نحو الجمهور في محاولة للغوص في أعماقه لتبين أن مضمون الخطاب السياسي لا يعنيه كثيراً بسبب الشكوك التي تسكنه. لا يعني ذلك أن الاختيارات الكبرى فقدت قيمتها لدى التونسيين، وإنما القصد أن موقف الكثير منهم سيبقى محكوماً إلى حد ما بالانطباع الذي سيستقر لديهم حول كل مرشح، والصورة التي ستتشكل عندهم في آخر لحظة حول هذا الشخص أو ذاك. يختم الكاتب بالقول: بعد أسبوعين فقط سيكتشف التونسيون رئيسهم المقبل، إذ لا أحد الآن قادر على معرفة من سيفوز. نقرأ في الشرق الأوسط: يذكرنا القادة الإيرانيون يومياً بقدراتهم العسكرية الهائلة، ويكررون بأنهم إذا تعرضوا لهجوم فسوف يدمرون العدو بصواريخهم التي لا مثيل لها. يبالغون كثيراً أليس كذلك بترساناتهم الصاروخية لدرجة الخيال، وفق مقال الكاتب كريم عبديان في صحيفة الشرق الأوسط. الواقع أن إيران تعاني من ضعف ونقص كبيرين في القدرات العسكرية في ثلاثة تصنيفات من قواتها المسلحة: الجوية والبرية والبحرية. فالقوات البرية الإيرانية تعاني من الضعف بسبب صعوبة النقل اللوجستي، حيث أن غالبيتها فرق مدرعة ثقيلة وبالتالي بطيئة الحركة. كما أن البحرية الإيرانية صغيرة جداً ومحدودة في الأسلحة والسفن التكتيكية، أما قواتها الجوية فتكاد تكون شبه منعدمة وغير موجودة تقريباً. ومن المعروف أن أي قوة عسكرية حديثة في العصر الحاضر تعتمد بشكل أساسي على القوة الجوية. تريد إيران تعويض النقص والضعف بالقوة الجوية بالصواريخ، لكن ببساطة إنها لا يمكن أن تكون بديلاً. من ناحية أخرى، منظومة الصواريخ الإيرانية ليست محصنة أمام تهديدات الحرب الإلكترونية، لأنها تطلق من منصات أرضية، ما يمثل نقطة ضعف كبيرة، حيث من المعروف لدى الخبراء العسكريين أن الصاروخ يتم إطلاقه وفق مبدأ أطلق وانسى، وذلك على عكس الطائرات التي يمكن تغيير مهامها وخططها وأهدافها والقابلية للإدارة والسيطرة. إذ نجد الإيرانيين ذهبوا نحو الخيار الأقل تكلفة، أي الصواريخ، من أجل التغطية على ضعف قوتهم الجوية، لكنهم يبالغون في هذه القدرات ضمن حملة تضليل ممنهجة، حيث أن غالبية الصواريخ الإيرانية تعمل بالوقود الصلب بدلاً من الوقود السائل الذي يستغرق وقتاً أطول للتحضير في عملية الإطلاق. من الواضح أن هذه المبالغات تأتي في سياق الحرب النفسية والاستهلاك المحلي أكثر من كونها حقيقة، كما سنرى من خلال مقارنة ترسانة إيران بالقدرات الأمريكية وحتى قدرات جيرانها من دول الخليج العربي.
جاء في العرب الجديد: تعيش بريطانيا هذه الأيام على وقع أزمة قرار رئيس حكومتها بوريس جونسون تعطيل عمل البرلمان 5 أسابيع خلال الشهرين المتبقيين على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عن الأزمة البريطانية كتب علاء بيومي في صحيفة العرب الجديد: الخروج بالاتفاقية سيمثل زلزالاً اقتصادياً لا يعرف أحد تبعاته، سيؤثر بالسلب على تدفق البضائع والحركة بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا شهوراً وعلى مختلف قطاعات الاقتصاد البريطاني، كما سيهدد كيان الاتحاد البريطاني نفسه، خصوصاً فيما يتعلق بعلاقة بريطانيا بأيرلندا الشمالية، إذ يرى دعاة انفصال أيرلندا الشمالية عن بريطانيا الخروج بالاتفاقية تهديداً بعودة الحدود الصلبة بين شطري أيرلندا، وهي الحدود التي حاربوها عقوداً حتى توصلوا إلى اتفاقية سلام مع البريطانيين في 1998. ويعد وضع أيرلندا الشمالية في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أهم القضايا العصية على الحل، لأن مسودة الاتفاقات التي أعدتها رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي عجزت عن إيجاد حل لطبيعة الحدود التي يمكن أن تفصل شطري أيرلندا في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولم يقدم جونسون بديلاً حتى الآن، لذا يرى متابعون أن جونسون لا ينوي الخروج من دون اتفاقية، وأنه يهدف بتصرفاته المختلفة إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لتقديم بعض التنازلات غير المحددة حتى الآن في موضوع أيرلندا الشمالية بالذات. طبعاً تقول تفسيرات إن الأزمة تكمن في الدستور البريطاني غير المكتوب والذي سمح لجونسون بتعطيل البرلمان كل هذه الفترة، نظراً إلى غياب نصوص واضحة وصريحة بهذا الخصوص وعدم التزام جونسون طبعاً بالتقاليد البريطانية. بعيداً كل البعد عن السياسة، ابتكر فريق من المهندسين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة روبوتاً دقيقاً على شكل خيط يمكنه التحرك بسلاسة داخل شرايين المخ، ويتوفر هذا الابتكار الجديد على إمكانية التحكم فيه عبر تقنيات المجالات المغناطيسية. أكد الباحثون أنه من الممكن تطوير هذا الروبوت في المستقبل وتزويده بوسائل علاجية تتيح له إذابة الجلطات والتعامل مع الأورام الدقيقة داخل المخ. وقال الباحث تشان زاو، وهو أستاذ الهندسة الميكانيكية والبيئية بمعهد ماساتشوستس، في تصريح نقله عنه موقع ساينس إكسبريس المتخصص في العلوم والتكنولوجيا، إن السكتات الدماغية تأتي في المرتبة الخامسة بين أسباب وفاة البشر. وتابع زاو مشددا على أن السكتات الدماغية أيضا سبب رئيسي للإصابة بالشلل في الولايات المتحدة، وإذا تسنى علاج المريض خلال أول 90 دقيقة من الإصابة بالجلطة فإن معدلات النجاة ترتفع للغاية. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن منظمة خيرية بريطانية معنية برعاية الحيوانات تعتزم تكريم كلب أمريكي أجلكم الله منع شخصا من التسلل داخل البيت الأبيض والوصول إلى الرئيس وقتها باراك أوباما، وبتكريم الكلب سيكون أول حيوان أجنبي يحصل على جائزة من بريطانيا. وهذا الكلب الذي يدعى هوركن وصف بأنه بطل، وذلك بعدما تغلب على رجل قفز من فوق سياج البيت الأبيض في أكتوبر تشرين الأول 2014 وطرحه أرضاً ليعتقله بعد ذلك أفراد الأمن من جهاز الخدمة السرية، وفقاً لموقع شبكة فوكس نيوز الأمريكية. طبعاً قررت منظمة BDSE البريطانية منح وسام الاستحقاق لهوريكن، والذي يعادل وسام الإمبراطورية البريطانية، ومن المقرر تسليمه إياه في مراسم خاصة تقام في لندن في أكتوبر المقبل. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.